مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي اللي أعلن خلاص عن إتمام التعاقد مع الثنائي عمرو الجندي وعمر طارق لاعبي نادي الجزيرة للانضمام للفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة 3 مواسم قادمة. أحمد، في يعني طفرة كده أو اهتمام جدا بمجلس الإدارة بالأندية أو بالرياضات الأخرى كمان، مش بس كرة القدم. لسه كنا بنتكلم من يومين على تعاقدات على برضو مستوى فريق السيدات لكرة السلة بعد ما كسبوا دوري سوبر، وكانوا جايبين 4 لاعبات كبار جدا من سبورتنج والزهور وهليوبلس، ودلوقتي بتشوف تعاقدات على مستوى الرجال. وكان في هاندبول يد اعتقد الجزيري برضو. ففي اهتمام كبير قوي من مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه بكل رياضات، مش بس برياضه كره القدم. عبد القادر اوضح ان انتقال اللاعبين للاهلي جه بعد مفاوضات كبيره جدا بين مسؤولي الناديين، وبعد ان تم الاتفاق على الانضمام للنادي في مقابل طبعا انتقال ايمن شوكت للجزيره، بالإضافة طبعا لمبلغ مالي تم الاتفاق عليه. كمان طارق الغنام المدير الإداري لفريق السلة أنهى كل إجراءات انتقال اللاعبين النهاردة بعد الحصول على الاستغناء الخاص بهم من نادي الجزيرة. بعدها قام عمرو الجندي وعمر طارق بالتوقيع على عقود الانتقال للأهلي. عمرو الجندي وعمر طارق إضافتين يعني في منتهى القوة لفريق سلة الأهلي، ويمكن تحديدا عمر طارق ناس كتير جدا بتشوفه او يعني بتشوف الستايل بتاعه ان هو يعتبر خليفه نجم النادي الاهلي طبعا كابتن طارق الغنام. من حيث ستايل اللعب هم شايفين انه في تشابه كبير جدا، ونفس المركز اللي بيلعب فيه نفس ستايل اللعب، فمرشح بقوه طبعا انه يكون خليفه لاسم كبير جدا في سله الاهلي هو الكابتن طارق الغنام. وعلى مستوى بعيدا عن الاسماء كمان، المركزين دول على وجه التحديد اعتقد ان هم يعني فريق الاهلي طبعا السنه دي عامل سيزون كويس، لكن كان محتاج الدعم من النوع ده، واعتقد انه عمرو وعمر هيقدروا يكملوا ان شاء الله القوة الضاربة لفريق النادي الاهلي للباسكت. نروح لمنتخب مصر.